قصف همجي لطائرات فرنسا الاستعمارية خلف امتزاج دماء الشهداء من الجزائر وتونس في أحداث ساقية سيدي يوسف، أحداث يخلدها المخرج نوف الكلاش في فيلم الساقية، وهو أول فيلم سينمائي جزائري روائي طويل بتقنية التحريك ثلاثي الأبعاد. برعاية وزارة المجاهدين قمنا بإنتاج هذا الفيلم، رانا في العمل، العمل راه مستمر على إنتاج هذا الفيلم، فيلم الساقية، فيلم روائي طويل بتقنية ثلاثي الأبعاد. حاولنا نستعمل جميع التكنولوجيات الجديدة المتاحة واللي هي محورية في الفيلم هذا، اللي هي الذكاء الاصطناعي. مبدعون شباب يؤرخون لماض مجيد بتقنية حديثة، هي تقنيات تسخر لإنجاز فيلم تاريخي مدته 70 دقيقة سيكون فارقا في الإنتاج السينمائي بالجزائر. الفيلم هذا حاولنا أنه نلمك جميع الكفاءات الجزائرية اللي مختصة في هذا الدومين، في هذا المجال، وراح يكون بإذن الله أول فيلم جزائري بكفاءات جزائرية، فيلم جزائري رواية طويل بتقنية 3D، مركزين على كفاءات جزائرية، وقدرنا أنه نستعمله آخر تكنولوجيا اللي راهي في المجال هذا، ورانا نستعملوها وبكفاءة والحمد لله، وبإذن الله يكون فيلم في مستوى تطلعات المشاهدين. العمل على المشروع راح يكون مكثف في الأشهر هذوما، أين مدينا كلمة لصاحب المشروع اللي هو وزارة المجاهدين باش يكون جاهز على الأقل كأقصى تقدير نهاية شهر جويلية، أين راح يتم عرضه في قاعات السينما، والمواطنين مدعوين ليشوفوا الفيلم هذا ويفتخروا بأول فيلم جزائري 3D Animation. هو عمل في طور الإنجاز سيعرض قريبا ليكون مزجا بين تاريخنا المجيد وقدرات شباب الجزائر الجديدة في الإبداع وتمكنهم من التقنية الحديثة في الصناعة السينماتوغرافية.